بسم الله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى، ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في امرنا، اللهم ابعد عنا الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللهم اجعلنا نرجو رضاك ونرجو قربك ونرجو بركاتك، امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحول الله تعالى ساشير إلى بعض علامات أن الصيام بدأ يفعل فعله فيكم. هل ازدادت محبتكم لله؟ هل قوي يقينكم في عبوديته؟ هل تنامون على الحمد والرجاء؟ وهل تستيقظون على الثبات في هذا الطريق المبارك الرمضاني وعلى توقع زيادة الخير من لدن الله، لأنكم تعملون لوجهه تعالى، عمل واحد وصيام وعمل الله. وإذا كان قال أنا أجد به، لا يعني أنه يجد به في الآخرة فقط، لا يجد به حتى وأنت بديت في ميت ولم تجعل فاعل بإرادتك، يبدأ الأجر. لأن الله يعلم، قلنا الأصعد كل من الزمان الماضي بالنسبة لنا والحاضر والمستقبل عند الله تستوي هذه الصور الزمنية. هل بدأ انعتاقكم من آثار السلبية السمية بالإشارات بكل صنوفها، إشارات الحصول على السيارة؟ وفي الحقيقة الشيطان يدفعك إلى شرائها، أنك من وراء شرائها فقد اشتريت المرأة التي كانت تلفت نظرك أكثر مما تلفته السيارة الحمراء اللي ربما تؤدي بك إلى جهنم وبئس المصير. وكذلك بالنسبة للنساء والفتيات الصائمات، هل ابتعدنا عن غريزة الاقتناء الشوبينج والتنوع في الطعام، يعني تاكلوا بعينيكم والعياذ بالله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول بحسب ابن آدم مقلناته قبل شربه، فإن كان ولا بد فثلث من طعام وثلث من شراب وثلث من هواء. هل فعلا خفت وطأة ديار الفساد الإشهاري اللي فيها أنا لا ترحم أحدا، بل هي مصدر قرش لأموالكم؟ والله أعلم، هل اكتسبتم تلك الأموال بطريقة شرعية أم لا؟ ثم تنفقون ثم تكون عليكم حسرة عند الطبيب وعند صاحب الإشعاعات وعند المختبرات وعند العيادات وعند المصحات وعند المستشفيات وعند العمليات الجراحية والنقاهات. هل فكرتم قليلا حين تكسبون المال بطريق غير رباني ماذا سيحدث لكم بعد ذلك؟ إذا كنت تحبوا تعرفوا رمضان بدأ فعله الكريم على ضوء ما كانت نيتكم عليه. هذه بعض علامات، ومنها تعرف نفسك لأن الروح تنتعش في إطار تركيبتك كذات بشرية. مش تعرف بعض بدنك، ولو كنت طبيب تعرف بعض بدنك حاجات تافهة، أو ننظر في نقطة استطلاع وتتهبط، أو النوم كيفاش يجيك كيفاش يهرب غدا. هذا كطبيب وكمال حتى اختصاص ضد الألم لا تقاوم الألم إلا بطرق بسيطة جدا، وتنسى مقاومة الألم أن بذكر الله تطمئن القلوب فيطمئن القلب، فتأتي الاندورفين وتأتي الدوبامين، تأتي أشياء كثيرة وتقاوم الألم اللي كنت تعاني منه. إذا الصوم يعلمك من أنت روحيا وفكريا وعاطفيا وعلائقيا وماديا، ويعلم الله ما لم نكن نعلم، يعلمنا ما لم نكن.
والذين اهتدوا ناموسا واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا القرى تزدادوا في ايام رمضان. كذلك مستعب روحك ان تتعلم صعب حقا لله ام مراءه وفاقا او اتباع العادات من تتلقى على مائده حول مائده فيها ما لذ وطاب ومتع للناظرين ولا رواح. كذلك نسيت قبل وانت اليوم في شوق الى ان تعيش مره ثانيه اذا انت بتروح. قلنا اذا كان ما عندكمش علم الاخلاق الرفيعه فانتم لم تعرفوا بعد الاسلام ولا الصلاه. وكذلك يا اخي تقال انت داخل على عمليه بسيطه ان تصوم لله فماش حتى حياتكم كلها اللي حللتوا يلقاكم دائما جزكم الشياطين الى مغامرات ومقامرات ولكن تنساوا المخاطر التي تصعب تلك المقامرات كما القمار بملاك قادم على فلسه وقادم على جرى باش يحصل المال وقادم على الطلاق وقادم على مصيبه عائله. هذا تنساوا تبداوا في صحيفة العسل مع خلام السوم تنساوا من الانقلابات هذه بحياتكم واخرتكم زاد. وتحبوا كذلك تنجحوا ما هي مجهود تنجح مع الله اولى لك تكون من الناجحين ان تعمل لله لوجه الله ان عملتكم به بني ملمه لوجه الله مقابله الان ربكم في هذا في هذه الايام بالطلعه الخبيثه يعني كل شيء يحرككم الا المال ويصير بكم الامر الى تجي الانسان بطال وتقول له اجا اعمل ثلاث اربع سوايع خذ 70 يملك لانه عنده من يجيب المال الحرام. اما يكون تمعش بالنساء السيئات والا يسطو على ما هو ملكيته لغيره والا ما جرى والاحتيالات الاحساب والانسان كل لحظه يزيد الا يزيد يعني تنطع ويزيد افتراء على الله. ورب يقول بحي القدسي ابي يفترون ان علي يفترون ابي اقسمت او ابي حلفت لارسلن بايام التوكيد لارسلن عليهم فتنه تجعل الحليم منهم حيران او تجعل الحليم منهم حيران. هذا حالكم يعني حتى ان لم تبقى الاسلام ولم تتقنوا الصيام الا قله منا الله يبارك فيها. والحديث كثير على الاسلام وانتم في طريق صحيح مع رمضان ام لا وان شاء الله في مناسبة اخرى زدنا ربي علما وصلاحا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.